نتابع فرحة عائلة عراقية بعد فوز المنتخب الأولمبي على أوكرانيا في باريس. تاريخ والله الحمد لله على الفوز وتعبنا من السفر وهاي بس تسوى الحمد لله الحمد لله. لعبنا حلو أملنا شوية بالبطولة كبير. فوز مهم كانت في هذه اللعبة. فوز مهم وفوز مستحق. الحمد لله الحمد لله. ألف 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 جايبين أطفال اليوم وياك. كنهم أربعتهم صغيرة كبيرة جينا هم من مكان الحمد لله وشكر الحمد لله وشكر. أنتم الخير اليوم. تسلم الله يخليك. تسلم ونتيجة ما شاء الله الحمد لله وشكر الحمد لله أكيد.